ما هي عجائب الدنيا السبع؟ بدأت مبادرة عجائب الدنيا السبع والبحث عنها من مدينة زيورخ السويسرية، والتي في حوزتها ما يقارب 200 أثر موجود حول العالم يستحق هذا اللقب. وتم عمل آخر مسابقة واستكشاف لعجائب الدنيا السبع سنة 2007، حيث صوت جميع الأشخاص حول العالم وجاءت النتائج النهائية لعجائب الدنيا السبع الحديثة كالآتي: أولاً، مدينة ماتشو يتشو هو أحد المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى إحدى حضارات الأنكا القديمة التي تم إنشاؤها في القرن الخامس الميلادي. ويوجد هذا الموقع على ارتفاع كبير يبلغ 2430 مترا، ويقع تحديدا في دولة البيرو بأمريكا الجنوبية، وتم اكتشافه على يد المستكشف هيرام بينغهام، واكتشف عند الاحتلال الإسباني عنه وعدم مسه للموقع بسوء. لذلك لقب العديد من الأشخاص هذه المدينة بالمدينة المفقودة، وهي إحدى أهم مدن التراث العالمي القديم. ثانيا، تمثال المسيح هو أحد التماثيل التي تتواجد في البرازيل، ويشبه هذا التمثال السيد المسيح، وهو خامس أطول تمثال في العالم، فيبلغ طوله حوالي 40 مترا، ويقع على أعلى قمة في كوركوفادو، وقد قام بتصميمه الفنان الشهير هيتور دا سيلفا البرازيلي، ونفذه النحات وولان لاندوفسكي، وتمت صناعة التمثال من الحجر الأملس والخرسانة، وقد انتهى تصميمه ونحته سنة 1931. ثالثا، تاج محل هو أحد أهم المعالم الهندية الذي أمر ببنائه السلطان شاه، وذلك بسبب موت زوجته فأمر ببنائه ليكون مقبرة لها، ولقد استغرق بناؤه 20 عاما، وتم الانتهاء من بنائه سنة 1653، وأصبح أكبر أسطورة تجمع قصة حب رائعة للسلطان وزوجته. بعد تاج محل نذهب إلى رابع عجائب الدنيا السبع، وهو هرم تشيتشن إيتزا. هو من أهم الأماكن السياحية في دولة المكسيك، يأتي إليه السياح من كافة أنحاء العالم لمشاهدته، ويشتهر بحجمه الضخم الذي يبلغ 54 مترا، وقد أنشئ هذا الهرم منذ 600 عام في حضارة الأزتيك والمايا، وقام العالم الأمريكي إدوارد باكتشافه بعد أن كانت النباتات تغطيه بشكل كامل. خامس عجائب الدنيا السبع هي البتراء. تسمى أيضا المدينة الوردية نسبة إلى صخورها الوردية، وهي أحد أهم المعالم الأثرية في الأردن. بنيت قبل 400 عام قبل الميلاد من قبل الأنباط، وهي عبارة عن مدينة محفورة في الصخر، وتم اكتشافها سنة 1812 على يد مستكشف مستشرق سويسري. سادس العجائب السبع هو سور الصين العظيم. يقع بين الحدود الشمالية والغربية لجمهورية الصين، فكان حاجزا لحماية الصين من الهجمات التي كانت تقع والحروب، فقد تم بناء هذا السور عام 1222 قبل الميلاد، وقام ببنائه أكثر من 300 ألف شخص، ليمتد طوله مسافة 8850 مترا، وبشكل قوس له انحناءات كثيرة بين الجبال والتلال والوديان. آخر عجائب الدنيا السبع الحديثة هو مسرح الكولوسيوم. هو عبارة عن مدرج عملاق مصمم بشكل اسطواني، يتواجد في روما، ويتسع إلى ما يقارب 50 ألف شخص لمشاهدة مصارعة الثيران والحيوانات المفترسة. واستغرق العمل في بناء هذا المدرج 10 سنوات، وبسبب الزلازل التي وقعت والعوامل الجوية تهدم بعض من هذا المدرج، إلا أنه ما زال يحافظ على مكانته وأيقونته المعمارية العريقة.